سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخدها الهوى. انا بغيت ندير شي حاجه اللي نجلس مع عائلتي ونتفرج فيها شي حاجه محترمه اللي تعجب الناس ونشرف المراه المغربيه. جمال الفنانه هو 50%، وكنتمنى من الله يوفقني ويكون خفيفه على قلوبكم. ندى غزالي فنانة مقدمة على الغناء. بديت في الغناء قبل الوباء ديال كورونا، وحبست الفن ديالي على ما تسالي هذا الوباء، وان شاء الله اعمال جديدة. الغناء هو هوايتي، شي حاجة كنعشقها ملي كنت صغيرة، كنحبها، كنلقى راحتي فيها، وكنتمنى تكون خفيفة على قلوبكم. خدمتي كنخدم بالنهار، وملي كنسالي الخدمه ديالي كنمشي للمعهد ولا الاستوديو، كنعطي في الفن ديالي حيت كنعشقو بزاف. طبعا اكيد دارسه الموسيقى داخل المعهد، كنتمرن كل نهار، وملي كنسالي الخدمه ديالي كنمشي للمعهد وكندرب صوتي وكنطور من راسي. توجهت للمغربي بصفة عامة والترابي، وغندير شي حاجة إن شاء الله مصرية. أنا كنشوف راسي أنا. مقدرش نميز راسي بشي فنانة، كل وحدة والستيل ديالها، كل وحدة والفن ديالها، كل وحدة وجمهورها، فما قدرش نميز راسي أنا بشي حد. ماشي مع وماشي ضد، الميدان الفني كاين بعض الناس اللي وسخوه، فاللي كيوسخ شي حاجه ما كتطولش، ما كيمشيوش بعيد. وكاينين نماذج وبزاف ديال الفنانين اللي شرفونا وشرفوا بلادنا بالاعمال الفنيه ديالهم، وكنتمنى الخير لاي واحد. طبعا الفنان اللي كيكون محبوب كيكون عنده فانز بزاف، كيكون عنده جمهور ديما معاه، ديما واقفين معاه. علاش الناس خصت يعني الفنان يقدم اعمال زوينه اللي تعجب الناس ويكون في المستوى باش يكون عنده عدد كبير من الجمهور. الصراحه ما كنحسبش، ما عرفتش شحال بالضبط، مي الحمد لله انا يلاه بديت في البدايات ديالي وعندي الجمهور اللي كيتابعني، الناس كتابعني، وكنتمنى نطور راسي ويكون عندي بزاف ديال المتابعين. طبعا اكيد الا كان عامل في المستوى وتقنت الدور ولقيت راسي فيه، اكيد علاش لا، التمثيل توا كيعجبني، واي حاجه كتتعلق بالفن انا كنحبها وكنعشقها. اكيد طبعا كاينين بزاف ديال المفاجآت، تسناو قريب ان شاء الله غادي نحطهم على القناه ديالي. لا ضد، انا بغيت ندير شي حاجه اللي نجلس مع عائلتي ونتفرج فيها شي حاجه محترمه اللي تعجب الناس ونشرف المراه المغربيه. طبعا اكيد الا جات الفرصه علاش لا، ان شاء الله. جمال الفنانة هو 50% الأخرى كتبقى على الجمال القلب، وواحد يكون عفوي، وجمال الصوت، الأخلاق، هذا ما كان. عشرة على عشرة. مرحبا. سألوني الناس عنك يا حبيبي.
كتبوا المكاتيب واخدها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا. كلمة أخيرة، كنشكر قناة ام تي في وكنتمنى من الله يوفقني ويكون خفيف على قلوبكم.